السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصطلح جديد في الكود السنغافوري اسمه كونستراكتابلتي أو القدرة على الإنشاء، يعني بنفحص التصميم ونتأكد إن هو قابل للتنفيذ وإن هو فعلا ينفع يصمم، سواء كحاجات معمارية أو كمثلا كتكلفة كمواد كسكادول. ممكن يكون هينفع يتعمل بس هيكلف كتير جدا، ممكن يكون في مشكلة في الوقت وحاجات كلها، فده بندرسه لان البيم مش حاجه شكلها حلو خلاص، لا ده حاجه تنفذ على ارض الواقع، فنقدر نقول ان هو فن الناس هتتذوقه غصب عنها وهي ماشيه في الشارع، فلازم يكون حاجه تنفع تتعمل ولازم يكون حاجه مقبوله. ولو احنا رحنا للقاموس اللي في موقع في ماريبيا اللي هو المعظم اهوت، هتلاقي ان هو بيتكلم ان هو هل يمكن بناء التصميم ده بالفعل وازاي هيتم الموضوع دوت بالنسبه للمهندس المعماري، قدره التصميم ان هو يتنفذ على النحو المقصود، المهندس الانشائي والكهروميكانيكال هنقدر نعمل الموضوع ده ولا لا، المقاول بيعمل دراسه الجدوى والطرق وطرق بناء المشروع ويبدا يدرس على التكاليف والجدول الزمني والمواد والعماله. فهي الفكره كلها مش ان احنا نعمل شكل كويس او نعمل وثائق او دوكيومنتيشن، لا الفكره هل النموذج اللي احنا نعمله ده في امكانيه ان احنا نعمله ولا احنا عاملينه هو هيبقى مستند كله على عمود واحد والعمود ده هيقع